عقوبتها تصل للحبس و5 ملايين. التفاصيل الكاملة لطريقة التصالح في التعدي على الأراضي الزراعية. تطورات كبيرة شهدتها أزمة مخالفات المباني خلال الساعات الأخيرة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل هذه الأزمة من خلال تقديم تسهيلات للمواطنين في إطار تطبيق القانون. وكشف السيسي أن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أخطر من أزمة سد النهضة، ورغم أن بعض المواطنين متألمون من إجراءات الدولة لضبط تلك المخالفات، لكن عليهم أن يعلموا أن الاستمرار فيه يهدد الدولة المصرية. التعديات المستمرة على الأراضي الزراعية دفعت الأجهزة الأمنية لإصدار قانون يحد من تلك المخالفات والبناء العشوائي من خلال وضع مجموعة من الضوابط والمحددات عبر قانون التصالح. ولم تكتفي الحكومة فقط بضوابط قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولكن تم تغليظ عقوبات تلك المخالفات للحد منها بمختلف محافظات الجمهورية. عقوبة البناء على الأراضي الزراعية. يتساءل الكثير عن عقوبة البناء على الأراضي الزراعية، حيث حظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة إقامة أي مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعاقب المعتدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن 2 سنين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة. التصالح في مخالفات البناء. يمكن التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2020 المطبق في 7 يناير الماضي. أجازت المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة قبل العمل بأحكام ذلك القانون. حظر القانون التصالح في المخالفات الآتية: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.